بأمر من والي العاصمة عبد القادر زوخ، شرعت بلدية بوزريعة في هدم سوق دازينيار، السوق الذي أنجز خلال التسعينيات يضم أكثر من 400 محل تجاري، كلف الدولة أزيد من 15 مليار سنتيم. جاء ما بين ليلة ونهار بالخميس جالينا قال لك عندك نهار حتى صباح 6 تاع الصباح انجينيري مخرج السلعه ديالك. جاوا بالخميس ليهم العشيه قالوا لهم يا ودي رفدوا القش ديالكم بالحد انا جاي نريبو، ماشي قال سبع على سمانه يهضروا لهم ولا خاوا هنا السلعه ديالهم مرميه شحال هنايا وهي مرميه. القرار أثار استياء التجار الذين أعابوا قيام السلطات المحلية بهدم المحلات دون توفير بدائل لهم، مؤكدين أنهم دفعوا المستحقات المالية اللازمة والتي تجاوزت 30 مليون سنتيم. في 94 ريبونا هذاك القديم المارشي كنا فيه كان أوبيراسيونال كنا خدامين، جاو كيما صارت لهذوما عطاونا دي بون قال 48 تخلي المكان. وفي شهرين اروحوا فيرسيو الدراهم، في شهرين نبنيو لكم مارشي جديد. رحنا فيرسينا في 94 استقامت 30 مليون لواحد 14 مليار. مارشي هدايا بناوه في 92، بناوه في 92 شراوه العباد حانوت شارينو ثلاث عباد، شراوه ثلاثه من الناس. دوك انا كنت راميري ما كان حتى واحد ما يستقبلك ما يهضر معاك. البارح هضرت معاهم هنا واش قال لك نبني واحد بصح كي تبنيه اللي من تمدو كاين 440 تبني 200 والاخرين وين يروحوا. حاولنا لقاء رئيس بلدية بوزريعة للاستفسار عن الموضوع إلا أننا لم نتمكن من ذلك لأن المعني ونوابه في اجتماع بمقر الولاية حسب ما جاء على لسان مسؤول الأمن بالبلدية.